السلام عليكم. دلوقتي هنشوف لعبة ان البطل بتاعنا المفروض ان هو او اللاعب يخبط مثلا 3 4 تفاحات عشان يكسب. طيب خلينا نبدأ اللعبة من الاول عشان نشوفها اتعملت ازاي. هقول له هوم واقول له نيو وورلد. طيب هنا هبدأ اضيف شخصية، هقول له اد اوبجكتس واروح ضايف مثلا الشخصية بتاعتنا اهوت، واغير السايز بتاعه واقول له هنا احنا عايزين نضيف تفاحة، والتفاحة دي هاخدها كوبي واقول له بيست 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 بيست. طيب عندنا هنا 5 تفاحات وتقدر تضيف زي ما انت عايز. طيب خلينا نرجع للشخصية هنا واقول له نبرمجها، هقول له انها بتشتغل بالكيبورد بالاسهم. طيب المفروض ان لما تحرك تدوس على الاسهم يبدأ ان هو يتحرك. طيب بعد كده هقول له لو هو خبط بامبت في التفاحة هيعمل ايه؟ هياكلها. طيب لو خبط برضو في التفاحة هيعمل ايه؟ هيبدأ ان هو يقول لنا ان هو بدأ يفوز. ريد يبقى ادينا درجة. طيب لو هو عمل ما يساوي وليكن مثلا 4 نقاط تمام، او ممكن تشوف عددهم 6 تخليهم 6، ساعتها هو يبقى فاز تمام. طيب نجرب اللعبة. واحد اتنين كده فعلا فاز. طيب ممكن تصعب اللعبة شوية وليكن مثلا هنضيف أرض معينة أهي، لو لمس الأرض دي يخسر. ماشي، لو لمس الأرض دي يخسر. لا ثانية واحدة، احنا كده عملنا غلطة. يعني ممكن يبقى نوع من تصعيب اللعبة، بس خلينا نيجي كده ادوس هنا واقول له بروجرام واقول له لو انت اون لاند اني ارض اللي هي ديت يبقى كده اللعبة. استنى هذا شنو هو شكله مضافهاش، يبقى انت كده اللعبة خسرتها تمام. نجرب. جيم اوفر، هو خسر لعبة ومديلي اختيارات هم ولا ايديت ولا ريستارت ذا وورلد.